بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Today inshallah we are going to talk about the chemical reactions. Chemical reaction and the chemical equations. So our topic today it's talking about the chemical equations and the chemical reactions. لما اجي انا مثلا اقول لحضراتكم انا معايا مثلا الصوديوم او معايا المغنيسيوم، بلس اكسجين by heating or burning giving to us magnesium oxide. So we'll find the magnesium and the oxygen giving to us magnesium oxide. بس انا المفروض كنت اقول two molecules from magnesium oxide واقول oxygen molecule واقول two atoms من المغنيسيوم، اقول two atoms of magnesium. شايفين الكلام؟ انا مستغرق كلام كتير قوي كده ازاي. طيب لو انا خليت الامر more easier، يعني more easier we need to simplify this so we are going to talk about the chemical equations. حمكم الله. Before talking the chemical equations we are going to talk about the thing that's called chemical reaction. Chemical reaction. يعني كلمة chemical reaction؟ الchemical reaction يا شباب معناه breaking bonds between reactants. إن أنا أكسر البوندز بين الرياكتنت to form bonds between products. يبقى انا كسرت روابط بين الرياكتنت عشان اكون روابط بين البرودكتس. طب دي نفهمها ازاي؟ انا مثلا عندي المغنيسيوم بلس الاكسجين مولكيول. الاكسجين مولكيول ده يا شباب عامل ازاي؟ عامل او دبل بوند او باي ذا افكت اوف ذا هيت. انا دلوقتي سخنت، فلما سخنت عملت بريكنج للبوند دي. جاست انا بريك ذيس بوند اي ريتيرن اكس each oxygen atom to elementary state. رجعت كل oxygen atom للحالة الذرية بتاعتها اللي هي عندها كام؟ 1 2 3 4 5 6. رجعت لها الالكترونز بتاعتها، فكيت الشركة بتاعتها. والoxygen atom الثانية 1 2 3 4 5 6. دلوقتي بقى عندي 2 oxygen atom، فبالتالي عشان اعمل لهم reactions مع المغنيسيوم مش هينفع ان انا اعمل reaction مع magnesium atom واحدة بس، فبجيب كمان magnesium atom. فهتيجي مغنيسيوم اتوم، المغنيسيوم لما تيجي توزعه ادي ام جي 12 282، عنده 2 الكترون في الاوتر شيل، وكمان مغنيسيوم اتوم تانية عندها 2 الكترونز. يوم اللي يحصل المغنيسيوم اتوم دي لوز ذس 2 الكترون توارد ذس اتوم، والمغنيسيوم اتوم دي لوز ذس 2 الكترون توارد ذس اتوم. فبالتالي هيروح متكون لي بره ام جي بوزيتيف 2 و O نيجاتيف 2 اكتسبت 2 الكترونز، و ام جي بوزيتيف 2 اتكون لي O نيجاتيف 2. يبقى انا هنا يا شباب عملت ايه؟ بريكنج ذا كوفالنت بوند، دي كوفالنت بوند بين ذا مولكيول اوف ريكتنت، بين المولكيولز بتاعت الريكتنت اللي على الجنب دول اسمهم الريكتنت، المواد اللي متفاعله. وعملت ايه بقى؟ فورم new ionic bond. فين بقى؟ في البرودكت. يبقى معنى الكلام ده كله، اختصار الكلام اللي احنا هنقوله، اختصار الكلام اللي احنا هنقوله يعني ايه كلمه chemical reaction؟ breaking down the bonds exists in the reactant molecule، بكسر الروابط اللي موجوده في الرياكتنت مولكيولز، forming the new bonds in the product molecule. ودي سنه الحياه يا شباب. ازاي حضرتك دلوقتي
ما فضلتش في، انت دلوقتي في المرحلة الإعدادية، ما فضلتش في المدرسة الابتدائي، وما فضلتش في مدرسة الكي جي، وما فضلتش في بيتكو وانت لسه طفل صغير. القصة كلها ان الانسان كل شوية عمال بيتطور. اهل بريكنج او الكيميكال رياكشن دي تعتبر، هي تعتبر فكرة الانسان التطور في المراحل التعليمية بتاعته. بس دايما انت لما بتيجي تتطور بتتطور دايما لقدام، فهي دي نفس القصة. بريكنج ذا بوندز بتوين ذا رياكتنت تو فورم ذا بوندز بتوين ذا برودكت، بتكسر الروابط. واحنا حتى لما بنشتغل، مش اول مدرسة انا اشتغلت فيها هي المدرسة اللي انا شغال فيها دلوقتي. انا الاول مدرسة اشتغلت فيها نهيت علاقتي بيها، وبعدين رحت رايح لمدرسة تانية ونهيت علاقتي بيها، وهكذا. فكلنا بنخش في حتة الفكرة الكيميكال رياكشنز، بريكنج ذا بوندز بتوين ذا رياكتنت فورمينج ذا بوندز بتوين ذا برودكت. طيب انا القصة دي كلها بدأ يقول لك في الاول خالص هنعمل اكسبيرمنت. ايه الاكسبيرمنت؟ بيرنينج ذا ماجنيسيوم ريبون، نحرق شريط مغنيسيوم. حضرتك لما تجيب البيرنينج ذا ماجنيسيوم ريبون، ادي المغنيسيوم مع الاكسجين، انا المثال انا لسه مديهولكم، فاداني المغنيسيوم اوكسيد، ده بيديك وايت باودرز، يديك وايت باودر من ايه؟ سبستنس. طيب دي بنشوفها كتير جدا، ان المغنيسيوم يتفاعل مع الاكسجين، اهو ادي المغنيسيوم يتفاعل مع الاكسجين اداني مغنيسيوم اوكسيد. قال لك طب الكيميكال رياكشن ده يا شباب، تاني كيميكال رياكشن ايه تعريفه؟ بريكنج ذا بوندز بتوين ذا رياكتنت تو فورم بوند بتوين ذا برودكت. قال لك عشان تعبر عن الكيميكال رياكشن ده هتعبر عنه ازاي؟ تعالوا نشوف هنعبر عن الكيميكال رياكشن ازاي. انا عشان اعمل ريبريزنتيشن للكيميكال رياكشنز يا شباب اتكلمت على ايه؟ هتكلم على حاجه اسمها الكيميكال ايكويجن. بصوا بقى، يعني لما جيت قلت مغنيسيوم بلس اكسجين وعملت هنا هيت فاداني مغنيسيوم اوكسيد، تمام؟ هنا ده التفاعل. انا دي تعتبر دلوقتي اسمها ايه؟ اسمها ريتن ايكويشنز، معادله مكتوبه. فالمعادله المكتوبه دي هنا ما ادتنيش اختصار بشكل كويس، احنا محتاجين سمبل اند كونشس واي، محتاجين طريقه مبسطه اعمل بيها ديسكربشن. شفتوا انتوا الوقت اللي انا استغرقته عشان اكتب المغنيسيوم؟ انا هنا كتبت مغنيسيوم واكسجين اداني مغنيسيوم اوكسيد، وكتبت فوق السهم هيت، ما خليتها هنا ما عبرتش. وانا خدت كام اتوم من المغنيسيوم؟ خدت كام من الاكسجين؟ ما عبرتش، ما قلتش الكلام ده. طب احنا عاوزين سيمبل واي تعرفنا الحاجات دي، فقال لك الامر بسيط جدا، حول الكلام ده لرموز. انا عندي مغنيسيوم، ادي مغنيسيوم بلس الاكسجين، لا لازم اكتبه او 2. اشمعنى؟ لان الاكسجين ده اتفضل اسال. والايكويجن دي احنا بنحفظها ولا احنا بنطلعها؟ بنكتبها وبعدين بنبدا نعرف نكتبها ازاي. يعني بنحفظها؟ بتتفهم ما بتتحفظش. يعني انت المغنيسيوم اتفاعل مع الاكسجين اداك مغنيسيوم اوكسيد، ماشي؟ ابدا بقى اشوف دلوقتي الاو 2، انا قلت لكم في كلمه هقولها لكم اسمها نو فير، نو فير اوف هافينج ايس كولد بير. هاخد الحرف الاول من كل من كلمه من دول، ان نيتروجين. الكلمة هي أصلا مكتوبة بالإنجلش، فأنا جبتها زي ما هي بالإنجلش يعني. فمدرسينا بالعربي زمان كانوا بيسموها كنافة يودو بروم. كنافة يودو بروم، هنقولها بالإنجلش وهنقولها بالعربي. فلورين، أكسجين، هيدروجين، أيدين، كلورين، برومين. كنافة، كلورين، نيتروجين، أكسجين، فلورين، هيدروجين، ايودين، برومين. وعشان كده دول الاليمنت، الاليمنت اللي لما يبقوا موجودين في الاليمنتري ستيت لازم يكونوا داي اتوميك. يعني ايه؟ يعني انا جبت لك الاكسجين لوحده مش في مركب، مش في كومباوند، انا قايل لك اكسجين اونلي. ما دام الاكسجين لوحده في كاليمنت لوحده يبقى لازم يبقى داي اتوميك، فعشان كده كتبت او 2. طيب الهيت نديها رمز، ايه الرمز؟ الرمز بتاعها بيبقى دلتا، مثلث كده. طيب هيفضل لي مين حضراتكم؟ يفضل لي مغنيسيوم اوكسيد. طيب اكتب المغنيسيوم، ادي المغنيسيوم ام جي اوكسيد او، دي داي فيلنت ودي داي فيلنت، اتنين راحوا مع بعض خلاص. انا دلوقتي محتاج اعمل بالانسنج ايكويشنز. هعمل بالانسنج ايكويشنز ازاي؟ بصوا
هبص هنا الاقي 2 اوكسجين اتوم وبره واحده بس، ما اعمل كده. اقول لك لا انت كده بوظت الفورمولا. اشمعنى؟ لو انت عملت اللي انت كنت قلت عليه ده ام جي او 2، معناها ان بتقول ان المغنيسيوم ده مونو والاكسجين ضايع، وعملت اكستشينج الفالنسز فبقت ام جي 2 او. او بمنتهى البساطه لما نعمل كده معناها ان المغنيسيوم ضايع والاكسجين مونو، فعملت ام جي 1 او 2. الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده غلط. امال ايه الصح؟ قال لك انا ستارت ذا بالانس باي كوفيشنت. طب الكوفيشنت دي احطها فين؟ قال لك ذا كوفيشنت از بوت ان فرونت اوف ذا اليمنت اور ذا كومباوند، يعني قدام المركب او قدام الاتومز نفسها. ازاي؟ هنا لقيت او 2 صح؟ يعني 2. تيجي الناحيه الثانيه تحط 2، ايه ده؟ ال 2 دي ما احطهاش هنا؟ لا، حطها من قدام الكومباوند. بس ال 2 دلوقتي دي يا سين مالتبلاين ام جي ومالتبلاين او، مضروبه في الام جي ومضروبه في الاو، يعني دلوقتي بقى عندي 2 ام جي، وهنا ام جي واحده نفس القصه 2 ام جي. تاني هعتبر ان انا ما قلتش حاجه خالص بالنسبه للبالانسنج بيكويجن، ونبدا نشوف انا بعمل ازاي، بكتب ايكويجن ازاي واعمل بالانسنج ازاي. انا عندي الرياكشن اللي هو ما بين المغنيسيوم والاكسجين باي ذا افكت اوف ذا هيت اداني مغنيسيوم اوكسيد. انا دلوقتي المفروض احول الريتن ايكويجنز دي تو سيمبوليك ايكويجن. اللي موجودين في السايد دول يا شباب دول اسمهم، يعني الموجودين في الجزء ده كده اسمهم رياكتنت. طب اللي موجودين في السايد ده اسمهم برودكت. يبقى الرياكتنت على الليفت والبرودكت على الرايت. ايه اللي في الوسط ده؟ دي اسمها رياكشن كونديشنز. رياكشن كونديشنز، شروط الرياكشن. ممكن يكون موجوده وممكن ما تكونش موجوده، عادي مفيش مشاكل. طيب ابدا الاول اكتب السيمبلز. المغنيسيوم، ادي المغنيسيوم ام جي. وانا بكتب كده في الامتحان؟ اه لازم تحولها من كلام لرموز. نكتب خلاص. الكلام بعدين ممكن الاول تبدأ كلام بس خلاص، يعني غالبا غالبا هنشوف الاسئله هتيجي ازاي، هنشوف الاسئله هتيجي ازاي. بعد كده الاكسجين، اتفقنا ان الاكسجين موجودين في كلمه نو فير اوف هافينج ايس كولد بير. يبقى الاكسجين من الاليمنت اللي لازم يكونوا داي اتوميك لما يكونوا في الاليمنتري ستيت، فكتبت او 2. اداني مغنيسيوم، ادي المغنيسيوم اوكسايد او، دي داي ودي داي، الاثنين راحوا مع بعض، فعشان كده اتكتبت ام جي او. دلوقتي لقيت ان الكوفيشنت هنا 2 وهنا 1 بس، فبوزن. لما اجي اعمل بالانسنج يبقى لازم يكون بالانس ان فرونت اوف كومباوند، ادي قدام الكومباوند. ال 2 ملتبلاي ناو ان ام جي اند ملتبلاي ان او، فبقول 2 ام جي وهنا ام جي واحده يبقى 2 ام جي. 2 او ادي او 2. طب الهيت فين؟ ادي الهيت. يبقى الرياكشن بتاعي مكتوب ازاي؟ 2 ام جي بلس او 2 باي ذا افكت اوف ذا هيت يديني 2 ام جي او. اسمه ايه بقى؟ انا لما جيت حطيت هنا لقيت 2. ال 2 دلوقتي مضروب في الام جي ملتبلاي ان ام جي وملتبلاي ان او، ف 2 او O2 2 ام جي، فحطيت هنا 2 قدام الام جي عشان اوزن. خلاص اتفقنا على الامر ده؟ اتفقنا. في طريقه ثانيه بس دي طريقه كبيره عليكم شويه، بس هقولها لكم ازاي. الاسهل ان انت تعد الاتوم يمين وشمال وتوزن. انا هنا وام جي صح؟ خلاص؟ وهنا O2 خلاص؟ وهنا ام جي او. انا هدور على الكوفيشنتس بتاع كل واحد فيهم، يعني الام جي 12 لما اجي اقوله 282 يعني ده داي فيلنت. المفروض تبقى عارفها داي فيلنت. طيب والاكسجين، الاكسجين داي فيلنت بس انا عندي منه 2 اتومز، يبقى 2 ملتبلاي 2 يعني كام؟ 4. طيب هدور على البوزيتيف بارت هنا اهو، بدور على البوزيتيف بارت هنا، دي لوحدها ودي لوحدها فاخدتهم، لكن دي هاخد البوزيتيف بارت بس. الام جي ب 2 اعلى كوفيشنت وصلت له هنا كام؟ 4، يبقى لازم كلهم يبقوا 4. دي 2 يبقى تتضرب في 2، 2 ملتبلاي 2 ب 4. طيب دي 4 خلاص. طيب دي 2 تتضرب في 2، كده المعادله هتلاقيها بالانسد. 2 ام جي ادي 2 ام جي، او 2 وادي 2 او، كده بالانسد. ماشي؟ ما تستخدمش الطريقه دي كبيره عليك شويه، لكن استخدم لي على مين؟ استخدم دي. ماشي؟ طيب انا يهمني بقى لسه ما خلصناش الكيميكال ايكويشنز بتاعتنا، لازم اكتب اسم الكومباوندز اللي دخلت معايا. ادي مغنيسيوم
ماشي، ادي اكسجين، دي اسمها ايه؟ مغنيسيوم اوكسيد. اسال سؤالك، اسال سؤالك، يلا اسال سؤالك. دي المفروض تو مغنيسيوم اوكسيد، تو موليكيول من المغنيسيوم اوكسيد، ودي يعتبر وان موليكيول. دي كده بص، خلي بالك الموليكيول بتاع الاكسجين داي اتوميك او 2، وخدت تو اتومز من المغنيسيوم، واحده ام جي واحده ام جي. ليه؟ عشان الاكسجين دي هتتفتت لاو واو، كل واحده ام جي هتاخد او، كل واحده ام جي هتاخد او، فطلع لي 2 ام جي او. دي معناها ايه؟ ام جي او مع ام جي او. فهمتني؟ طيب مش المفروض تبقى 2 ام جي 2؟ ما حبيبي ما انا جمعت يا بابا خلاص. لا مش 2 ام جي 2 2، لا يا حبيبي، ده انا عمر واحده بس، ادي 2 ام جي او، ده معناها ان ال 2 مضروبه في الام جي ومضروبه في الاو. تمام؟ طيب ده كده، ده اسمها الكيميكال ايكويشنز. الكيميكال ايكويشن هي سمبل واي تو ديسكرايب ذا رياكتنت برودكت اند ذا كونديشن اوف ذا رياكشنز. طيب تعالوا نقرا شويه كده اهو. ادي الكيميكال ايكويشن از ا سيت اوف ذا سمبل اند فورمولا ريبريزنت رياكتنت مولكيول برودكت مولكيولز اند ذا كونديشن اوف ذا رياكشنز. طيب انا زي ما شرحت، ادي الرياكتنت السي بلس او 2 ده كده رياكتنت، ده كده اسمه كونديشن، والسي او 2 بلس هيت ده البرودكت، ده معناه هيت. معناه ايه هيت؟ وكل كل ده وكده ليهم ده معناه كده الهيت. انا وريتكم دلوقتي ازاي بعمل بالانسنج للايكويشن. اول حاجه بكتبها كريتن ايكويشنز، ماشي، كتبتها، وبعدين بعد ما عمل يعني كتبت المغنيسيوم بلس اوكسجين ده مغنيسيوم اوكسيد تو بالانس. فانا بصيت هنا دلوقتي عندي او 2 ماشي، وهنا كانت او واحده بس، حطيت 2 هنا، ال 2 بقت مضروبه في الام جي، احط قصاد الام جي كمان 2. طيب تعالوا نوزن اتش 2 بلس سي ال 2، تعالوا نجرب كده بايدينا نشوف هنوزنهم ازاي. اتش 2 بلس سي ال 2، فايل نيو نوم، ادي اتش 2 بلس سي ال 2، دول اللي موجودين في كلمه كنافه يودو بروم، او موجودين نو فير اوف هافينج ايس كولد بير. بص بقى معايا، لما يخرج هيدروجين وكلورين يتفاعلوا مع بعض يديك ايه؟ هيدروجين كلورايد، هيدروجين كلورايد، فكتب اتش سي ال، دي مونو ودي مونو، الاثنين راحوا مع بعض. ده اتش سي ال، لا اتش سي ال، لا قصدي ايه هو؟ الهيدروجين كلورايد. ماشي؟ طيب بص حضرتك، هنا كام سي ال؟ ده كده مش هقدر اقول عليها ايونيك بوند، دي اسمها كوفيلن بوند، ماشي، بالشيرنج وذ الكترونز، ونوع مخصوص من كوفيلن بوند كمان. طيب ادي سي ال 2 صح؟ وادي هنا اتش 2. عندي كم من الهيدروجين اتوم؟ 2. وعندي كم من كلورين اتوم؟ 2. اتفقت لما بيكون عندي رقم، انا هنا ده كله دي 1 1، عاوز اوزن هحط كام؟ ان فراد اوف ذا كومباوند 2. ال 2 دي تتحط فين؟ تتحط هنا كده، يبقى دي 2 دي 2، كلام مش مظبوط. اما احطها فين؟ احطها قدام، يبقى 2 اتش وهنا اتش 2، 2 سي ال وهنا سي ال 2. ناخد حاجه ثانيه، انا لا مستر بحط ال 2 عشان اعمل بالانسنج، النمبر اوف موليكيول في اليمين تساوي النمبر اوف موليكيول في الشمال. ماشي. لما كان مشاري بيقول لي هو انا ليه بحط البالانسنج هنا اهو، قلت لك لسبب واحد، عشان النمبر اوف موليكيول ات ذا ليفت سايد اللي هما الرياكتنت بيساوي النمبر اوف موليكيول ات ذا رايت سايد. قال لك الكلام ده يحكمه حاجه اسمها ايه؟ لو of mass conservation. لما انت بتيجي تسلف حد من اصحابك فلوس، هل لما بتيجي تاخدها منه مش بتاخدها زي ما هي؟ انت مثلا بتاخدها بالربا بقى، انت راجل ربوي بقى وربنا يعذبك ويشفيك في نار جهنم، احنا مش مشكلتنا، لكن احنا المفروض نبقى عارفين ان انت اديتك فلوس، اديتك جنيه اخده جنيه. اهو الكيميكال رياكشن ما بتتعاملش بالربا، بتتعامل بفكره ايه؟ The amount of the mass of the reactant enter the reaction equal the mass of the substance that out from the reaction. تعالوا نشوف ازاي؟ تعالوا نشوف. بص يا شباب، أنا كان في الرياكشن اللي هو بتاع المغنيسيوم بلس أكسجين. نكمل بعد الأذان. هنا المغنيسيوم مع الأكسجين by the effect of the heat giving to us magnesium oxide at the MgO. طبعا مع البالانسنج هنا 2 وهنا 2. اوكي طيب المغنيسيوم الماس بتاعته كام؟ قال لك المغنيسيوم ده بيتكتب كده اهو 12 و24، يبقى الماس نمبر بتاعه ايكوال 24. طب والاكسجين ايكوال 16. بصوا يا شباب، انا هروح كاتب كده اهو رياكتنت، ركز معايا في الكلام ده عشان انت هتعمله رياكتنت.
هكتب الرياكتنتس على جنب بالبالانس بتاعها، يعني 2mg plus O2. طيب البرودكت اعمل كده برودكت 2MgO. هشيل الارقام والرموز دي واعبر عنها بالارقام بتاعتها. يعني انت عندك كام اتوم؟ انا عندي هنا 2، حطيت هنا 2. المغنيسيوم الماس بتاعتها كام؟ 24. الماس بتاعها 24، ادي 24 بلس. عندك كام اكسجين اتوم؟ عندي 2 اكسجين اتوم، فاحط ال 2 وبعدين اروح عامل الماس بتاعت الاكسجين 16. هو تايمز صح؟ تايمز طبعا. هنا حطيت ال 2 الاول، شلت الام جي حطيت 24. هنا كام اكسجين اتوم؟ 2، والواحده فيهم ب 16، هيبقى 2 ملتبلاي 24 يبقى 48 بلس 2 ملتبلاي 16 32، يبقى دي كلها اسمها 80 جرام. يبقى الرياكتنت ماس 80 جرام. تاني انا خدت الرياكتنت، سامعني؟ خدت الرياكتنت كتبتهم 2mg plus O2. I replace the reactant by its masses. هبدل الرياكتنت بالماسس بتاعته. 2 replace the magnesium atom by 24 its mass. The mass is given in the problem. الماس هيبقى مديها لك. بلس ادي بلس كم اكسجين اتوم؟ 2 اكسجين اتوم، ادي 2 اتوم ملتبلاي 16، هجمع الماس يطلع لي 80 جرام. هعمل نفس الكلام في البرودكت. ده رقم كام؟ ده رقم كام؟ 2. حطيت ال 2 اوبن براكت. الام جي الماس بتاعها بكام؟ 24. حطيت ال 24 بلس، لا هنا ما فيش تايمز، هنا بلس الاكسجين اتوم بكام؟ 16. يبقى 2 ملتبلاي 40 يعني ايكوال 80 جرام. يبقى انت هتلاحظ ايه حضرتك؟ في لو اوف ماس كونسرفيشن، ماس اوف رياكتنت ايكوال ماس اوف برودكت. بس انا ما فهمتش بتاع البرودكت كويس، نجيبها واحده واحده تاني. انت مش نقلت الرياكتنت والبرودكت؟ انا همسح اهو، كتبت الرياكتنت والبرودكت بالبالانس بتاعته. ايه ادي 2، ريموف ذا اتوم اند رايت اتس ماس 24 بلس كم اكسجين اتوم؟ او واو، يعني 2 اكسجين اتوم. ممكن واحد يقول لي 16 بلس 16، طب ما تريح، ادي 2 اكسجين اتوم ملتيباي 16، يطلع لك في الاخر كل الكلام ده 80 جرام. هنا انت عندك ام جي او وام جي او، ما هي ال 2 دي مضروبه في الام جي او، فانت بتقول انا عندي ذرتين من المغنيسيوم وعندي ذرتين من الاكسجين، فانت بالاول بتعمل 2 وبتفتح البراكت. الام جي الواحده بكام؟ 24، يبقى ال 2 مضروبه في ال 2 24 بلس 2 والاكسجين واحده ب 16، يبقى 2 ملتبلاي 40 ايكوال 80 جرام. يبقى الماس اوف ذا رياكتنت ايكوال ذا ماس اوف ذا برودكت. كده ده نص القانون بتاع اللو اوف ماس كونسرفيشن. اللو اوف ماس كونسرفيشن سيد ذات ماس اوف رياكتنت ايكوال ذا ماس اوف برودكت. رياكتنت ماس ايكوال ذا برودكت ماس. طيب احنا خدنا نستعرض، احنا خدنا ايه بالظبط؟ انا خدت كيميكال رياكشن وبعدين قلت انا بريزنت ذا كيميكال رياكشن دي باي كيميكال ايكويشن، وقلنا ان الكيميكال ايكويشن لازم تكون بالانسد، وبعدين دخلت منها لو اوف ماس كونسرفيشن. نستعرض مع بعض التعريفات. chemical reactions breaking the bond between the reactant molecules to forming the bonds between the product molecules. ال chemical equation set of samples and formula represent the reactant and product and the condition of the reaction if it's found. law of mass conservation the mass of the reactant equal the mass of the product. طيب
يفضل لي بقى انه I'm going to talk about the type of the chemical reactions. Types of chemical reactions. عشان انت لسه في first prep فكل اللي هناخده تايب واحد بس اسمه synthesis reaction، او عندنا في منهجنا بنسميه direct combination. في المناهج العالمية بيسموه synthesis reaction. الدايركت كومبينيشن ده هيكون element plus element، دي التايبس بتاعته، او element plus compound. Maybe the third type it will be compound plus compound. element plus element ممكن يكون ايه؟ A metal plus non-metal، ممكن يكون B non-metal plus non-metal. طب ما ينفعش metal وmetal؟ ما ينفعش، عشان في اللحظة دي metal والmetal بيعملوا alloys مش بيعملوا chemical reactions. ناخد المثال metal magnesium، non-metal oxygen. effect of the heat يديني magnesium oxide، وده white powder، ده بيكون في صورة بي بي تي راسب كده بودرة، بس هنا 2 mg وهنا 2 mg. طيب non-metal و non-metal، carbon و carbon plus oxygen، لما بحرق الفحم by the effect of the heat يديني carbon dioxide gas. طب نوزن 1 carbon 1 carbon 2 oxygen و 2 oxygen، خلاص دي بنست. بصوا compound plus compound، compound plus compound هجيب الكربون مونوكسيد مع الاكسجين والنيتريك اوكسيد مع الاكسجين، ايه كو اللي هو كربون مونوكسيد كو، بص لازم اخليها كابيتال، كربون مونوكسيد اسمه كربون مونوكسيد ده compound plus O2، فهنا في اللحظه دي اديني ايه CO2 كربون ديوكسيد جاز. طب انا محتاج اوزن، اوزن ازاي؟ هنا 2 اكسجين اتوم وهنا ادي 2 وكمان معاهم واحده يبقى 3، احط قصاد السي دي 2، 2 سي وهنا 2 سي، 2 سي ادي 2 سي، 2 او و او 2 يعني 4 او، 2 ملتبلاي 2 يبقى 4. اللي ما فهمش دي ممكن يفهم الثانيه اللي هي نيتريك اوكسيد نو بلس او 2 جيفينج تو اس باي ذا افكت اوف ذا هيت NO2 1 نيتروجين وهنا 1 نيتروجين ماشي، 2 اكسجين 1 اكسجين يعني 3 وهنا 2 بس، احط هنا 2 2N ادي 2N 2O و O2 يبقى 4O وهنا 2 ملتبلاي 2 يبقى 4. يبقى ايه ده؟ كربون مونوكسيد وده كومباوند وهنا ده نيتريك اوكسيد. هي دي الامثله اللي موجوده عندنا، بس خلي بالكم محدش فيكم يطقط. كربون مونوكسيد ونيتريك اوكسيد مع الاكسجين، لو انا قلت لك كو حط له او 2 فبقت 2 سي او 2، هما المعادلتين نفس البالانس، نيتريك اوكسيد فاداني نيتروجين ديوكسيد، نيتروجين ديوكسيد. بس هو كومباوند كومباوند مور ذان 1 اتوم ومور ذان 1 اليمنت. زي مثلا اللي هيجي بقى دي اكسبيرمنت كانوا بيعملوها، لا زي هنا الامونيا، امونيا بلس هيدروكلوريك اسيد الامونيا ان اتش 3 هيدروكلوريك اسيد اتش سي ال، هنا ده دلوتد مخفف. بصوا يا شباب ده دايركت كومبينيشن، هو اصلا السيمبل بتاع الدايركت كومبينيشن ايه؟ ان انا عندي ماده A بلس B فتديني AB، مادتين كانوا منفصلين جمعتهم مع بعض، يلا جمع لي دي ادي N، كم هيدروجين؟ 3 ومعاهم كمان واحده يبقى 4 NH4 وCl. ده اسمه ايه المركب بتاعي؟ تعالوا قول اسمه، NH4 دي اسمها امونيوم، Cl اقول كلورايد، امونيوم كلورايد. طيب يفضل ايه في الدرس بتاعنا؟ يفضل اليوزز. انا كده جبت الاكزامبلز الكيميكال رياكشنز ان اور لايف.
بص بقى معايا الحته دي. الكيميكال اكشن يوز ان ميني اندستريز از ا ميديسين فيرتلايزرز فيول بلاستيك اند اذرز. كيميكال رياكشن از اولسو هاز ا نيجاتيف افكت ذا ايميشن اوف ذا بوليوتنت ان ذا اير ساتش از فيول بيرنينج. الفيول بيرنينج حضرتك لما بتحرق بيطلع ايه؟ كربون ديوكسيد which is increasing atmosphere causes the greenhouse effect. يعني حضراتكم لما تكونوا قاعدين جوه كلاس وفجاه كلكم عمالين تتنفسوا لغايه اما تلاقي الجو بتاع الفصل سخن، ده بسبب مين؟ بسبب الكربون ديوكسيد جاز. الكربون ديوكسيد جاز ده هو اللي بيخلي درجه الحراره تبدا تعلى وتعلى. طيب كربون ديوكسيد بس هو ده اللي بيطلع من فيول؟ لا، قال لحضرتك الكربون ديوكسيد it permits the penetration of the thermal waves from the sun and never them laid back. يعني من الاخر هو اللي مسؤول عن اسمه ايه ده؟ مسؤول عن ارتفاع درجه حراره كوكب الارض. في كربون مونوكسيد بيعمل ايه؟ causes headache، بيسبب صداع، fainting and stomach ashes، قرح المعده. مين leads to this؟ لو انت حضرتك شممتك fainting اللي هو الميل للقيء، لو انا جيت شممتك كربون ديوكسيد جاز كربون مونوكسيد صافي ممكن تموت. طيب يعني جبت لك كربون مونوكسيد بس وخليتك تشميه في اوضه هتموتي متسممه بايه؟ بالغاز. سلفر ديوكسيد، السلفر ديوكسيد يا شباب ار اسيديك جازز كوزز ذا ريسبيراتوري سيستم ديزيزز اند بيلدينج كروجنز. يعني ايه بيلدينج كروجنز؟ تيجي حضرتك في بعض البنايات ودي اللي بيعانوا منها في اوروبا، ان التماثيل اللي معموله من زمن كبير وزمن بعيد بدات تتاكل بسبب ايه؟ بسبب الاسيديك جازز اللي بتبقى موجوده في الهواء بسبب الصناعات اللي موجوده عندهم زي السلفر ديوكسيد والسلفر تراكسيد. هنا في العاشر من رمضان برضو ساعات انت ممكن تعدي من جنب بيت كده تلاقي الواجهه بتاعته واقعه. واقعه مش نتيجه ان مثلا الدهان مش كويس ولا حاجه ولا 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 في ميه عليه ولا اي حاجه، الدهان اتقشر. اتقشر ممكن يكون ايه؟ من الجازز دي. طيب النيتروجين اوكسايد، النيتروجين اوكسايد ريزالتنج فروم لايتنينج. يعني هو بيقول لك النيتروجين اوكسايد دي بتيجي نتيجه امتى؟ انت خدتها قبل كده في 6 برايمري، ان لما بيحصل لايتنينج النيتروجين بيتحد مع الاكسجين دي النيتروجين اوكسايد. ده بويزنس افكت ذا نيرفس سيستم اند اي، بيأثر على الجهاز. بص يا شباب اللي هو النيتروجين موجود في اللمبه، بس انت النيتروجين اوكسايد ده واحد من الجازز اللي بيسموه غاز الضحك. غاز الضحك ده ممكن يعمل هياج في الجهاز العصبي يخلي الانسان يموت من الضحك. يقول لك انا ما انت بتقعد تضحك جامد قوي بيقول لك بس هموت من كتر الضحك. اه ده ممكن يحصل على فكره. يروحوا داخلين في مكان ويروحوا حاطين فيه النيتريك اوكسايد، والنيتريك اوكسايد ده بيستخدموه ببرسنتج كده بنسب بيحطوه في الايس كريم عشان انت تاكل ايس كريم وتبقى منتشي بس بنسب. لكن انا لو شممتك نيتريك اوكسايد ده بيسموه غاز الضحك، هتقعد تضحك لغايه ما يجي لك سكته قلبيه تتكل على الله. بيسكت بيخليك ما انت فيش القدره على تنظيم ما بين النفس وما بين ان انت تاخد نفسك وما بين ان انت موجود، فشكرا يجي لك سكته قلبيه. لا مش الهيليوم اللي بيغير الصوت. اخر حاجه burning the coal and cellulose fibers such as the papers cigarettes causes lung cancer. طبعا مش معنى ان انت حرقت ورقتين هيجي لك lung cancer على طول، ده على اللونج ايه؟ رن. ده كده بالنسبة لدرسنا، اشوفكم على خير ان شاء الله.